اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. بتضحك على ايه؟ مبسوط قوي. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ ده جاب تسليم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. بتضحك على ايه؟ الحمد لله. لا يعني خلينا نبدا برايكم سريعا في مباراه سان داونز. يعني مش عايزين نتكلم كتير عن مباراه سان داونز لانه احنا دلوقتي كل تركيزنا هيبقى على مباراه الاخرى. بالتاكيد مباراه سان داونز الهزيمه طبعا مش مقبوله لان كانت النتيجه بخمسه، النتيجه طبعا مش مقبوله. اكيد في اخطاء، يعني انا بادئ كلامي اهو ان في اكيد في اخطاء من كل الناس، اكيد في اخطاء، واحنا علينا ان احنا نحاول نصلح الاخطاء دي في الفتره الجايه عشان نصالح الجمهور. لازم نصالح الجمهور واللعيبه لازم تكون عارفه كده ان انت عندك مباراه اليوم الجمعه ان شاء الله مع القطن الكاميروني، لازم يكون ليك رده فعل عشان تقدر ان انت ان شاء الله نصالح الجمهور على الهزيمه دي. ده اهم حاجه. الحاجه الثانيه لو هنتكلم على المباراه، انا بشوف ان يعني حتى كنت قبل المباراه باسبوع هنا اتكلمت في النقطه مهمه جدا ان في بعض المباريات لازم اقفل فيها، مش لازم العب كره جميله في كل الماتشات. دي مشكله مارسيل كولر. مارسيل كولر طبعا انا شايف ان هو برضو عايز ابدا كلامي فيه كده ان هو كل الدعم لمارسيل كولر في الفتره الحاليه. مارسيل كولر مدرب واضح ان هو عنده كره هجوميه، عنده فلسفه، عنده ضغط عالي، هو فكره كده، عايز ان انا اضغط واعمل ضغط عالي واستحوذ وابقى الفعل. بس هو لسه عنده حاجتين ناقصينه. اول حاجه الخبره الافريقيه. الخبره الافريقيه بمعنى ايه؟ ان انا لما اروح سان داونز ازاي ما اكونش انا الفعل، اكون انا رد الفعل، اضيق المساحات. يعني فايلر كان برضو نفس مدرسه مارسيل كولر، عايز يكون هو الفعل، بس لما راح لعب قدام سان داونز عمل ايه؟ قفل المساحات وضيق وتعادل معاهم مثلا بضربه ثابته او بضربه ركنيه لياسر ابراهيم. برضو كان مثلا كارتيرون اللي كان مدرب السابق كان سيء جدا في الدوري، بس كارتيرون كان مميز في حته المباراه النوك اوت الذهاب والاياب، قدر يوصل بجيل نوعا ما كانش قوي قوي وصل بيه نهائي. برضو بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي هم متمرسين في افريقيا، فكان بيعرف يحافظ الفرق وازاي تلعب، فدي محتاجين شغل شويه، لسه مارسيل كولر محتاج يكتسب الخبرات دي. الحاجه الثانيه ان احنا اتكلمنا ان النادي الاهلي بيعاني من بعض المشاكل الدفاعيه في الفتره الاخيره نتيجه تتابع الماتشات والارهاق. خلي بال حضرتك ان ما في نقطه ما فيش حد اتكلم فيها كتير، نقطه مباراه المقاولين. معلش يعني مع الاحترام لكامل للرابطه، كان لازم يتم تاجيل المباراه دي. المباراة دي كانت واحدة من ضمن الأسباب اللي أدت إلى إرهاق لاعيبة النادي الأهلي. أنت الناس هتقول لك أصل في أوروبا بيسافروا وبيلعبوا في أوروبا غير في أفريقيا، أنت هنا بتسافر 8 و9 ساعات طيران، بتتبهدل في الطيران فعلا. فكان لازم الرابطة مع احترامي من الكامل ليهم إن هم كان لازم يساعدوا. ما فيش حاجة اسمها أصل أنا هستنى من مباراة النوك أوت عشان أأجل، لا، كان لازم تأجل المباراة دي، خاصة إن المباراة دي كانت مهمة للنادي الاهلي في تحديد مصير البطوله. مش يعني لما تخرجني من دور المجموعات وبقى انا استفدت ايه؟ كان لازم يتم التاجيل. دي واحده من الحاجات. ما كانش لسه نوعا ما عندنا تهيئه، الاستعداد للمباراه ما كانتش احسن حاجه بصراحه. حتى في تصريحات محمد الشناوي في بدايه المباراه او قبل المباراه ما كانتش احسن حاجه. لكن بشوف زي ما قلت لحضرتك ان مارسيل كولر نوعا ما ادار المباراه بطريقه، او ما كانش، كان يوم احنا ما كناش موفقين سواء من اللعيبه من الجهاز الفني بالكامل. لازم ننسى المباراه دي ونبني على اللي جاي. خلاص اللي حصل حصل، مش هنقعد بقى نطلع السكاكين ونقطع ونعمل، لا خلاص اللي حصل حصل، لازم نبني في اللي جاي. ما ممكن نصعد في الاخر ايه اللي يعني بعد ده كله ممكن النهارده قلت انا نفسي في سيناريو تخيلي لو انا لعيب بلعب في الفرقه دي هبقى بنام وبصحى على حاجه واحده ان انا اكسب القطن والسبت يحصل نتيجه ايجابيه في صالح النادي الاهلي، ثم المباراه اللي بعدها اكسب الهلال بفرق 2، ثم الادوار بقى تتوالى ربنا يكرمني في كل الادوار والعب سان داونز في المباراه النهائيه. لو انا لعيب، لو انا لعيب كوره وبلعب في النادي الاهلي في الجيل ده وحصل معايا كده الحمد لله عمره ما حصل معايا، لكن لو انا كنت بلعب هبقى ده تفكيري. صح. ان انا استنى للمباراه النهائيه ان انا يكون معايا سان داونز والعبه هنا وهناك. وجهه نظري يعني. عايز اقول حاجه برضو على مارسيل كولر. طبعا سيناريو تخيلي يعني. صح. انا بحكي يعني. صح. لو انا بلعب اتمنى ان احنا نصعد باذن الله كل الدعم لمارسيل كولر. عايز بس اوجه الحته دي في ليه؟ ممكن مش كل ما يجي مثلا مدرب يخسر هنزوم عليه ونمشيه، احنا كده مش هيبقى عندنا قوام، مش هيبقى عندنا. ممكن المدرب يكتسب خبرات، انت عندك طبعا في اداره بتقيم وفي لجنه كره بتقيم، انت عندك كذا بطوله، الراجل ماشي في الدوري كويس، محقق ارقام كويسه وبلا هزيمه في الدوري، في السوبر المصري اخدناه،
عندنا لسه بطولتين كاس مصر وعندنا سوبر، حتى لو لا قدر الله ما حصلش نصيب وما كملناش في بطوله افريقيا، لازم ان انت تستنى لنهايه الموسم تشوف الراجل، ما ممكن يكون لسه بيكتسب خبرات، لسه بيتعرف على افريقيا اول ما جه، فلسه عنده 2 كاس وعنده سوبر ودوري، ممكن خدت البطولات دي كلها تبني للسنه الجايه، تشوف ايه اللي ناقصك، ايه الاخطاء الموجوده وتصلحها. لكن مش كل مدرب بيجي كده مش هيبقى عندنا هويه، لازم يبقى في ثبات في تدي له فرصته كامله. فهو الراجل على فكره هو لعب 31 ماتش، كسب بالارقام اهي، كسب 21 مباراه وتعادل 6 وخسر 4، يعني خسر من الهلال وصن داونز والريال وفلامينجو، مسجلين 60 هدف و28 استقبلنا 28. فانت لازم ان احنا في الفتره دي المطلوب ان انت تدعم المدير الفني، تحميه من الاعلام، لان الاعلام في الفتره الاخيره ده هنتكلم في النقطه دي مهمه جدا، الاعلام ممكن يوديك في سكه تانية خالص. الاعلام هو اخطر مشكله بتواجه النادي الاهلي في الفتره الاخيره بشوفها، هو الاعلام، بعض الاعلاميين وبعض الصحفيين، الاعلام الرياضي في بعض القنوات المحايده. ليه؟ لان ممكن يوجه الراي العام لحاجه تضرك، تضر النادي الاهلي، زي ما حصل قبل كده في موضوع مثلا موسيماني. موسيماني هو اللي طلب الرحيل وتم الاعلان كده، بس كان من ضمن الاسباب اصل هو بيلعب كره وحشه، اصل هو ما بيكسبش الدوري، اصل هو ما بيمرنش اللعيبه، بدات تطلع النغمات دي فبدات الناس تكررها. كذلك برضو موضوع بدري بنون، الناس برضو قعدت تتكلم في الاعلام، اصل بدري بنون راح سلم على الرجاء. خلي بالكم ان الاعلام ممكن يوجه الناس او البعض الاعلاميين والصحفيين الموجودين ممكن يوجهوا الناس لراي العام لبعض الحاجات بدات تحصل دلوقتي ضد مجلس الاداره او ضد مثلا كابتن محمود الخطيب. ما هو كابتن محمود الخطيب ده هو اللي زي ما انت بتشيد بيه، زي ما انت بتنتقده كنت لازم تشيد بيه لما حقق الانجازات دي. يعني هو الراجل مثلا، مش احنا واصلين 3 كاس عام للانديه ورا بعض ووصلنا الرابعه دلوقتي في عهد الكابتن محمود الخطيب؟ يبقى لازم الناس في اخطاء والناس عارفه كده ان في اخطاء، بس برضو خلي بالكم ان في بعض ده اللي انا بتكلم فيه، ان ممكن بعض التوجيهات تحصل او بعض الحاجات التوجه يبقى ضد الكابتن، ضد الحاجات دي. زي ما حصل، يعني انا بقولك فجاه من بعد المباراه يا كريم، ولقيت ان بعد ما اسمع رايك يعني لقيت انه الناس رايحه في اتجاه انه يا جماعه بصوا بقى سان داونز دول عبقره سكاوتنج على اعلى مستوى ومش عارف مين على اعلى ايه وحقهم، والناس بتجتهد وكلنا يعني انا شخصيا مبسوط بتجربه سان داونز واللي بيعمله كنادي في افريقيا يعني. ولكن فانا لما من كتر ما بسمع الكلام ده على راي احمد وبسمعه في الاعلام يعني في الراديو في التلفزيون في كل حته، فجبت ورقه وقلم وبدات اكتب. هو النادي الاهلي اخر 10 سنين، مش هقول اخر 20، اخر 10 سنين خد كام بطوله؟ ونادي سان داونز اللي عنده كذا وكذا لا وكذا طبعا في تفوق. ففوجئت او مش فوجئت، انا كنت متاكد ولكن قلت بالارقام، لقيت ان النادي الاهلي يعني لا يمكن مقارنه النادي الاهلي باي حد بدون شك. في النادي الاهلي لكن ده انا اسف معلش اكمل الجمله واسيبك تتكلم، لكن ده مش معناه ان احنا ما عندناش اخطاء برضه عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. بص يا كابتن اسلام، هي المشكله او في وجهه نظري الكارثه في الخماسيه دي ان هي مش الاولى، هي دي الازمه اللي احنا فيها، ده اللي احنا لازم نقف عنده، ان الخماسيه دي الثانيه خلال 4 سنوات. وما دام نتيجه كبيره زي دي بتتكرر خلال 4 سنوات، احنا اتغلبنا فرق 3 بس. نعم اتغلبنا فرق 3. لا احنا ما بنقولش احنا الكلام ده، لا انا ما بقولش الكلام ده والله، ولا انا عمري ما بقول الكلام ده. للاسف احنا لازم نعترف ان احنا لم نتعلم من الخساره الاولى. في رد فعل حصل طبعا، واللعيبه عملوا شيء جيد، وطبعا والاداره عملت شيء جيد في ان الفريق كسب. ما هو برضه اللي بيقيم لازم يقيم ايجابيات ويقيم سلبيات عشان تبقى الدنيا واضحه، عشان كده يبين مفيش اغراض. ولكن في وجهه نظري الزعل الشديد بعد الخماسيه الثانيه مبرر، مبرر لاقصى درجه. ليه تاني مره خلال 4 سنوات؟ ولا يصح، لا يصح ان النادي الاهلي يخسر 5 اهداف من نفس الفريق بنفس الاسلوب بنفس السيناريو. وانت يا كابتن سام طبعا اكيد عارف النتائج الكبيره دي ما نقدرش نرجعها للاسباب الفنيه فقط في الملعب. ده انت لما بتلعب ومتاخر ولابس الجيرسي بتاع النادي او تيشيرت النادي الاهلي ومتاخر بهدف، ده انت بتموت نفسك، ده مغلوب، ده اصلا ما ينفعش اتغلب. فمفروض كان، انا عايز اتكلم عن نقطتين مهمين جدا ولازم نقف عندهم كتير. بعيدا عن كل اي شيء حصل في المواسم الماضيه، المؤكد ان احنا مع اكثر من مدير فني مختلف ما عدا رينيه فايلر، هستثني رينيه فايلر،
ما كانش فيه استمراريه، ما كانش فيه استمراريه في الانتصارات، وعدم الاستمراريه في النتائج الايجابيه، بتكلم على البطولات بشكل عام. عدم الاستمراريه بيرجع لامور كتيره اهمها الشغف عند اللاعبين، تجديد الدوافع. وطبعا حضرتك طبعا اكيد كنت حاضر الجيل بتاع جوزيه، وجوزيه كان كثير جدا 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 الحديث عن تجديد الدوافع. تجديد الدوافع مش بس بيبقى من الجهاز الفني، لا ده من اللعيبه نفسها. فكره ان احنا النهارده بنمشي على سطر ونسيب سطر، وبنمشي على سطر ونسيب سطر، ولما بيحصل انا عملت احصائيه كده لقيت ان اللعيبه دايما في الاوقات اللي بتتضغط فيها بسبب نتيجه سلبيه على طول بيحصل الماتش اللي وراه نتيجه ايجابيه، هوب تبدا الدنيا تهدى، هوب يبدا تحصل نتيجه سلبيه، هوب. ولكن لا معلش لا. النقطه دي تحديدا كويس ان انت فتحتها لانها نقطه مهمه. ايام فايلر تحديدا انت بتقول بستثني فايلر. طبعا بستثني طبعا. ايام فايلر تحديدا انا ما عملتش سيرش عن الامر، ولكن اللي انا فاكره ان انت بتلعب على مباريات اقل بنسبه كبيره جدا. جدا بنسبه كبيره، مش هقول كام في الميه لغايه لما هقراها برضو هقول لك. لكن بنسبه كبيره عن دلوقتي، يعني في ايام فايلر لو بتلعب 10 مثلا 10 مباريات في السنه. انت النهارده بتلعب 16 مباراه في السنه، مع العلم ان ايام فايلر الوقت اللي كنت بتلعب فيه على الاقل برضو كان 4 ايام. انت دلوقتي اتحط لك مباريات كاس عالم لم تكن في الحسبان، صحيح اتحطت لك، وما بين سفر رايح جاي. انا لا ابرر، ولكن انا بقول ان الارهاق والتعب هو اللي بيودينا لردة الفعل اللي انت بتتكلم عليها دي من وجهة نظر. بس في نقطة مهمة، ان احنا السنة اللي فاتت اشدنا بقرار مجلس الادارة لما فضل راحة نجوم الفريق في نهاية الموسم، وبالتالي اداهم راحة سلبية، وبالتالي هو ده قرر كمل بس النقطة دي. هو ده اللي ادى مجلس او ادى اللاعبين الفرصه ان هم يقدروا يعملوا في الدوري وفي الكاس. بس ان انت واصل ان انت دلوقتي الحمد لله والشكر لله تمام، عندك فارق جيد وليس فارق يعني صحيح كبير. لا الدوري الدوري فريق ماشي كويس، دوري فريق ماشي كويس، ماشي كويس، كويس وشيء جيد. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي لو تبص الفتره الاولى كانت اللعيبه مريحه جايه من راحه، وبالتالي قعدت 3 شهور تقريبا او اربع اكتر كمان 9 و10 و11 و12 و1 و2، لا حوالي 5 شهور او 6 شهور تلعب كل 3 ايام مباراه. انا كل ده مش مختلف عليه، ولكن مجلس الاداره خد طواعيه قرار بالتخلي عن الدوري، وكلنا وصفنا ان هو تاريخي السنه اللي فاتت، وكلنا اشدنا بهذا القرار في اكثر من مناسبه. صحيح. فبالتالي انا يفترض ان انا الاقي رد فعل لهذا القرار، طالما ان انا اوريدي في بطوله انا خسرتها وكان في احتماليه حتى لو 1% ان انا انافس فيها، بس ايا كان المفروض ده بيرتد ليا في الموسم التالي. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها يا كابتن اسلام، وهي مهمه جدا 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 خاصه باللاعبين. اللاعبين لازم يفهموا ان في حاجات لما بتحصل لازم هم على المستوى الشخصي يتعلموا منها. بمعنى انا بتكلم عن مجموعه اللي حضرت الخماسيه الاولى في بريتوريا بنفس الظروف بنفس السيناريوهات بنفس كل حاجه، واضح جدا 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 ان احنا على المستوى البدني ربما ما كناش في افضل شيء، باستثناء الوحيد اللي فعلا في الجميع اشاد بيه بيرسيتاو كان حاله استثنائيه في المباراه دي. فكان لازم ان اللعيبه فعلا يبقى في ردود افعال فرديه بعيدا عن ردود الافعال الجماعيه او الفنيه. ان انا النهارده وكل كباتن مصر عارفين الكلام ده، اي ببساطه بيحصل تجميع للعيبه داخل الملعب، يا جماعه احنا محتاجين نقف على رجلينا الحبه دول، يا جماعه احنا للاسف انا ما شفناش ده خلاص. احنا النهارده يوم الاربعاء، خبرات برضو خلي بالك، ما هو انت انا كخبرات انا كاسلام مثلا لما كنت الاقي نفسي مش قادر ومش قادر ارفع الاوضه، كنت اسمع هفكرها بماتش، ماتش الاهلي واسك ابيجان. لا ده قصه ثانيه. اياب رغم ان احنا جبنا جول في الشوط الاول بفلافيو متقدمين 1-0 وفي مصر كسبانين 2-0، الشوط الثاني اسك، وطبعا هناك انا اسف يعني الظروف كانت صعبه جدا جدا، يعني انا اسف يعني وصيام ابيجان يعني اصعب بكتير من جنوب افريقيا وصيام يعني. وصيام بالظبط، ولسان كوت ديفوار يعني عارف هذه الامور. ف اسك والله يعني لعب علينا جيم 35 دقيقه
جابوا هدفين في خمس دقائق تقريبا أبيض. واحنا خفنا ان الموضوع يبدا يفك. ببساطه بدانا نشوف اللعيبه ثابته خلاص يا جماعه، ممكن ما نهاجمش، هنقف هو ده، هنقف هنقف هو ده، هنقف عشان الموضوع ما يفتحش. بس انا تاني انا قلت اللي جوايا وقلت اللي في نفسي، احنا النهارده يوم الاربعاء، رياضيا رياضيا ما زال النادي الاهلي يمتلك الحظوظ في التاهل للدور القادم ان شاء الله طبعا، لكن ما بقاش الموضوع بايدنا، ويتبقى طبعا ان احنا نتمنى الـ 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 الروح الرياضيه في اللعب، ونتمنى الشفافيه الرياضيه، ونتمنى يعني ان الدنيا تمشي كويس، واحنا برضو نعمل اللي علينا. خلي بالك انا من الناس اللي متاكدين، نعم، معرفش ليه ان سان داونز هيلعب بشفافيه في الاخر او بروح رياضيه. انا بتمنى مش شخص في الاخر برضو، عشان يبقى المسؤوليه على اللعيبه تفهم، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش ان احنا نتاهل، يجب لزاما عليك انك يوم الجمعه تقدم مستوى منافي للي انت قدمته قبل كده. يجب انك تعرف مش كل المباريات، عشان بس في حته مهمه جدا في الكره الحديثه على فكره، مش كل المباريات بتتكسب بتعليمات جهاز فني. ده عليك. مش في الرياضه، انا اسف يعني الاول يعني عشان نتكلم بصراحه، واللي يعني اللي يفهم الكلام ده بقى اللي لابس شورت ونزل الملعب او اي رياضي. مش كل الماتشات انت مستني الورقه من المدير الفني اللي هيعرفك تكسب بيها ازاي، مع كامل احترامي لا. في مباريات اللعيبه هي بتكسب. يورجن كلوب في المباراه السابقه لما كسب مانشستر يونايتد 7-0، نعم، فقال ان انا سمعت محمد صلاح لما بقول له خلاص هدوا اللعب وكده، سمع هو المدير الفني بيقول هذا الكلام على لاعب عنده، ان هو محمد صلاح بيقول للعيبه يعني خلينا نركز ونجيب اجوان اكتر وسيبكم ما قالش ده تاريخ المدرب، ده تاريخ بيتكتب، لان ده تاريخ بيتكتب، ده المدرب او المدير الفني بيقول هذا الكلام على لاعب عنده وكان مبسوط بيه، وهو مبسوط بيه يعني، هو بيتكلم الكلام ده مش بينتقد صلاح، ده مبسوط بيه. الله ينور عليك. فالنطفه يا كابتن، انا ليه استشهدت بمباراه اسك؟ مباراه اسك دي والله 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 انا كان ساعتها يعني كان من شغلانتي استقبلت البعثه في مطار القاهره، اقسم بالله العظيم هذا الرجل اللي قاعد قدامكم المذيع، والله اقسم بالله العظيم احنا ما كنا مصدقين وشه. كان يعني راجع بتعب شديد. مع كامل احترامي، استحاله يعني استحاله هيكون الجهد البدني اتعمل من الدقيقه. اتفرجوا على ملخص الماتش ده، هتلاقوه على اليوتيوب. استحاله حد يعتقد ان الجهاز الفني بره ادى اوامر للعيبه داخل الملعب ان هم يستقتلوا، لا خالص. ده بيبقى دافع من اللاعب، ده دافع وقرار ذاتي بحت اتاخد، لان بكل احترام احنا مش زي السله يا كابتن اسلام، وازاي كره اليد ما عندناش وقت مستقطع، فاهم قصدي؟ ما عندناش احنا ممكن بنقف خمس دقايق نشرب كوبايه ميه في الحر، انما بكل امانه بكل امانه على لعيبه النادي الاهلي مراجعه انفسهم. انا مع ثابت جدا جدا في اللي قاله، كل الدعم للجهاز الفني والكولر، كولر قدم افكار حلوه، كولر قدم حاجات كويسه بدايه الموسم، يجب مراجعه حاجات كتيره خاصه باللاعبين. اتمنى ان احنا نشوف ان يكون نفس الموقف اتعرضنا له في الخماسيه الاولى، وبعد كده اللعيبه وعدت برد الاعتبار وفعلا حصل وكسبوا بطولتين بعديها، نتمنى هذا الامر. واكيد احنا كلنا النهارده بعد الخبر اللي احنا يعني فرحانين بيه كده، ايه فرحانين بيه خفافي بصراحه كل امانه. انا محدش ما يعني احنا ما زال النتيجه في اذهاننا كل امانه، اي ستظل ستظل بصراحه لغايه لما تتصلح خالص. بس خبر يا كابتن اسلام ان احنا النهارده ان شاء الله باذن واحد احد النادي الاهلي سيشارك في اول نسخه لكاس العالم شبيهه لكاس العالم الكبير، 32 فريق يعني مليون في الميه، مليون في الميه انت في مجموعتك في فريق اوروبي صحيح. مليون في الميه يعني هنلعب ليفل تاني خالص، مختلف تماما. فاعتقد ان احنا ان شاء الله السنه دي هنبقى في سنه تحول وتغير في قطاع الكره بالنادي الاهلي. هو ده الكلام. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل كيف يلعب نادي الاهلي امام القطن الكاميروني من خلال احمد ثابت وكريم سعيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شايف مباراه القطن ازاي؟ مباراه القطن طبعا مهمه جدا جدا، لازم في حاجتين. اول حاجه لازم نكون عارفين ان مكسب مباراه القطن ده هيصدر الضغط على المباراه الثانيه. احنا على فكره عندنا ميزه ان احنا هنلعب يوم الجمعه عن السبت، دي ميزه لصالحنا، لان انت لما تكسب بتصدر الضغط في مباراه الهلال وسان داونز، دي مهمه جدا. ان شاء الله ان شاء الله لو كسبت وحصل تعادل في المباراه الثانيه يبقى خلاص
تكسب الهلال هنا 2-0 تضمن الصعود، فلازم دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم اللعيبه والجهاز الفني يكونوا عارفين ان هم لازم يصالحوا جماهير النادي الاهلي في المباراه دي. انا شايف ان دي رقم واحد. يعني دي مهمه جدا، دي من الاساسيات. يعني عايز اتكلم برضو في نقطه كابتن اسلام حضرتك فتحتها، فكره مقارنه النادي الاهلي. بعض البرامج شفتها بتقارن الاهلي بصن داونز. مش ممكن. انا مش عارف يا جماعه احنا النادي الاهلي بيقارنه بايه؟ صن داونز بيقدم كره محترمه، فريق محترم واداره محترمه وعاملين شغل محترم، كسبونا يا عم ما فيش مشكله وكل وعندهم سكاوتنج. بيقول لك اصل هم عندهم سكاوتنج، اصل هم عندهم مش عارف 24 في الجهاز الفني. كل ده حاجه محترمه، حاجه كويسه ان يبقى عندك سكاوتنج. خدوا ايه؟ ما هم من 2017 من 2016 ما وصلوش نهائي. من 2016 احنا في النادي الاهلي في اخر 6 سنين واصلين 5 نهائيات. فانت بتقارن بيه؟ النادي الاهلي لما اخذ 10 بطولات ما كانش عنده الكلام ده يعني. بس دي حاجات برضو مهمه وضروريه النادي الاهلي شغال عليها، وبيعمل فريق سكاوتنج موجود دلوقتي وشغال على الحاجات ديت. ولكن ده مش يعني ان انت تقارن الاهلي بصن داونز، دي حاجه يعني كارثه. انت بتعمل ايه؟ ده النادي، ده احنا النادي الاهلي يا جماعه، بتقارنه تاريخ ايه بايه؟ يعني ما توصلش للدرجات دي. 10 بطولات وبطوله، فاهم؟ اصل يعني لا بيقارنوا محسين ان صن داونز ده مثلا منتخب هايلين ورائعين وجيدين، ويعني ناس بتعرف تفكر وناس عندها فكر متطور والكلام الحلو الجميل اللي هو بتاع ال بس لا يقارنوا مع الفكره. كابتن اسلام ان يعني طبعا المقارنه ما بين الاهلي وصن داونز صعبه جدا ان احنا نقارن ناديين، يعني صحيح. ده فعليا مستحيل. ربما الناس كانت تقصد ان صن داونز يعني على شكل او اداره او سياسه الفريق الكوره خلال السنوات الاخيره ماشيين بنظام اوروبي، احنا نتمنى ان النادي الاهلي نشوفه زي ده. وانا اتمنى لو ده المقصد، لو ضل مش قصدي، لو ضل مقصد احنا اكيد. اصل خلي بالك طول عمرنا بنتعلم الكويس كابتن اسلام، يعني الاهلي دايما وخلي بالك النادي الاهلي دايما سباق في مصر، يعني دايما على طول التاريخ النادي الاهلي كان هو اللي بيشوف ايه افضل او احدث حاجه حصلت ويبدا ياخد. فانا اعتقد ربما تكون هذه هي النوايا. بس مفيش نادي في افريقيا. اولا انا ما فهمتوش بالمعنى ده، لان انا سمعت تقريبا كل ما اقعد في العربيه افتح الراديو اسمع الكلمتين دول، اقعد هنا اقول لك النادي الاهلي يتعلم. النادي الاهلي ايه اللي يتعلم؟ لا طبعا لا عيب الكلمه يعني طبعا. شوفوا معلش هقول لك، شوفوا من صن داونز كده بيعمل ايه. مع احترامي لصن داونز، كل نادي وله امكانياته وكل نادي له طريقه شغل. لا وفي حاجه ثانيه مهمه جدا، صن داونز لا يتعرض للضغوطات زي الاهلي. لا يتعرض، لا يتعرض. برافو عليك، ده انا دي ما قلتهاش. لا بدليل ان النادي لما احتاج جمهوره في الملعب خلاها فور فري وعمل حفله. النادي الاهلي لو بكره الصبح الجهات الامنيه مشكوره خدت قرار بفتح المدرجات ب 70 و 80000 جنيه والتذكره بفلوس، الناس هتدفع. لا في فرق ما بين منظومه الاهلي ومنظومه صن داونز. طبعا مليون، احنا لسنا متكبرين واحنا مش مغرورين. لا احنا لينا، احنا بنشوف الاحسن وبناخد وبناخد الحاجات الحديثه وبنعمل ابجريد. ده طبعا في منظومه الاهلي، ولكن ما تحطش راسي في بالعوامل بتاعتي باي حد لمجرد ان انا عندي سقوط، واحنا عارفين سبب السقوط بتاعنا وقادرين ان احنا نعالجه. ان لم نكن في طريقنا بالفعل، طبعا دي كلمه انا بقولها، طبعًا ان لم نكن بطريقنا بالفعل في تغيرات قد تحدث. انا ما عنديش معلومه، ولكن انا بقول بشكل عام اللي انا شفته في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت. قبل ما نتكلم بس في التشكيل او في المباراه، في نقطتين برضو كمان. النقطه الاولانيه نقطه انا شايفها ان دي محتاجين نبص عليها، الجهاز الفني للنادي الاهلي محتاج يبص عليها. في اتنين لعيبه مهمين جدا انت محتاجهم في الفتره دي، لو في اي يعني في القناه لو في اي مشكله في اي حاجه لازم يتم حلها، ايمن اشرف وسافيو. ايمن اشرف واحد من الحلول، لازم يتم القعده مع ايمن اشرف ما بين الراجل وهو. دي وجهه نظري ان لازم يتم القعده بحيث لو في اي حاجه لازم تتحل، لان ايمن اشرف هيديك حل مهم. اعتقد انه يعني المفروض او من المفترض ان في بطوله الرابطه، اعتقد يعني من الممكن ان نرى، لان ايمن اشرف يا كابتن اسلام كان هيديك حل بديل لمعلول يقدر يريحه. طبعا محمد اشرف كويس، ولكن ايمن عنده القدرات الدفاعيه، لعيب دولي عنده خبره، عنده شخصيه الاهلي، فيقدر يديك حل مهم في الحته دي. سافيو انا برضو في النقطة بمناسبة المحترفين، البعض اتكلم في الفترة الأخيرة، ما هو بقى تفتح بقى تلاقي إيه كل حاجة، أي نقد في أي نقد، يقول لك المحترفين والأهلي مش عارف يجيب محترفين. إيه يا جدعان؟ ده علي معلول ده الناس كلها بتتكلم عليه، إنه مش محتاج ناس، ده هو من بقى خلاص، ده هو جايب 30 جون في الدوري، قرب يوصل لفلافيو اللي هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في الأفارقة، وباك شمال.
ديانج كان جاي له عرض ب 5.6 مليون دولار والنادي الاهلي طالب فيه 6 مليون دولار، يعني انت بتتكلم في لعيب دبابه اصلا في وسط الملعب. ده ديانج. عندك كريستو، كريستو هيروح منتخب تونس الاول قريب في ال تم استدعائه في المنتخب الاول. هو كريستو اللي لسه جاي، لسه اصلا ما عملش حاجه مع النادي الاهلي. ده كريستو. مين كمان عندنا؟ سافيو. سافيو لسه في لما يلعب وبرده يتعامل قاعده معاه وتقدر ان انت تستغله في حتى سافيو لما جه جاب جون في السوبر وكان ماشي كويس. مين كمان؟ بيرسي تاو كان احسن لاعب، بيرسي تاو كان احسن لاعب في مباراه سان داونز، ولعيب لعيبه بيتصاب عنده مشكله الاصابات، ولكن في مباراه سان داونز لما لعب كان مؤثر. احمد جندوزي اول ما بدا كان ماشي كويس ولعيب كويس ولعيب برومسنج هايل جدا. فانت فين الصفقات؟ حتى لو واحد فيهم وحش مثلا، يعني هو انت طبيعي ان انت لما تجيب 5 أو 6 اكيد واحد فيهم مثلا هيبقى يعني مش موفق قوي، طبيعي ان 4 هينجحوا. انا لما بجيب 10 صفقات وينجح 8 دي حاجه كويسه. ما فيش نادي في العالم بيجيب 10 صفقات ال10 هينجحوا، ما فيش كده. انت على الاقل بينجح 5 من 10. هناك في ظروف كتيره جدا يعني ممكن مش كل اللعيبه يا كابتن هتستحمل الضغوط بالظبط. لا غير كده ممكن اللغه تكون مختلفه. في ناس ممكن الانجليزي بتاعها ما بتعرفش تتكلم انجليزي فبتبقى الدنيا صعبه عليها، بتتعود على امور تانية. في حاجات كتيره حتى جدا. حتى سافيو لما جه جابوا له مدرس يعلمه اللغه دي، فدي محتاجه لسه في بعض الاجواء وبعض التاقلم، فدي نقطه مهمه نحن نتكلم فيها. نقطه كمان، نقطه الشناوي. الشناوي مش عايز الناس، الشناوي غلط ممكن يكون مش موفق او عنده بعض الاخطاء. طب ما احنا شفنا برضو مباراه ريال مدريد وليفربول الاولانيه، الجون هنا اليسون والجون هنا كورتوا، عمل غلطه سهله جابت كورتوا غلط باظ لمحمد صلاح، والتاني برضو باظ مباظاه اجوان. يعني كل الحراس بتغلط. ما ينفعش ننسى برضو معلش ان الشناوي واحد من الناس اللي ضحت بعروض كتير كويسه. النادي الاهلي طبعا هو اللي بيضيف لاي حد، ولكن الشناوي برضو كابتن من الكباتن اللي احنا لازم نحميها. ما ينفعش ان حد مثلا يقول لك الماتش الجاي لازم يقعد، او علي لطفي واحد من الحراس الممتازه الواعده، بس انا بشوف ان مباراه افريقيا حتى لو الراجل قرر ان علي لطفي يبدا، بس الشناوي لازم نحميه يا جماعه. لازم الشناوي برضو، مش عايز الناس تبقى نقد نقد نقد، لازم برضو تحمي واحد من الحراس، لان انت عندك لنهايه الموسم. طبعا طبعا الجمهور من حقه ان هو ينتقد او يعني يقول اللي هو شايفه، لان الجمهور زي ما قلت دايما وزي ما بقول ان هو العنصر الوحيد في المنظومه اللي بيطلع من جيبه يحط طبعا عشان يجي يتفرج عليك. ولكن قد تكون بعض الامور غايبه شويه، الناس زعلانه. نشرح الحاجات دي واحده واحده وقت لما توصل. الشناوي لعيب كبير ونجم كبير، مهما تقال هيفضل محمد الشناوي. الناس من حقها تزعل طبعا. انقذ النادي الاهلي في الكثير من المباريات اللي هو دوره ان هو يعمل كده، ولكن واحده واحده مع الايام القادمه مع عوده الشناوي بشكل كالعاده، يعني زي ما بنشوف الشناوي بيخطئ وبعدين يرجع افضل من الاول، هتلاقي واحده واحده الناس كلها رجعت تاني تقول الشناوي الشناوي. بالعكس كمان لما يبقى عندك كمان حارس تاني للشناوي طبعًا. انت جايبه له بيعمل منافسه، دي حاجه مهمه. الناس اتكلمت عصام نادر السيد، كابتن عصام الحضري وكابتن جابوا له كابتن نادر السيد بيبقى بيعمل منافسه. اسلام لازم عايز الناس تفهمها عشان برضو الناس لازم تبقى واخده بالها كويس قوي من الخطاب اللي الجمهور بيوديه والاعلام بيوديه والخطاب اللي من داخل النادي المسؤولين بيودوه للعيبه. صحيح. ما ينفعش يبقوا نفس الخطاب، مش بس نبقى واضحين مع بعض، عشان دي بتعمل زي ايه؟ بتعمل زي دربكه عند الناس. مثلا هدي مثال بسيط قوي. بعد ماتش الخمسه طبيعي جدا 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 ان رد فعل الجمهور وحتى الاعلام على مختلف اشكاله، ولكن برضه كلام منطقي، ما اقولش ان مش قصدي بس هتلاقي ان في هجمه. ما تنتظرش من مسؤولين نفس الخطاب بتاعك. برافو عليك. لا برافو عليك. يعني مثلا هديكم مثلا، انا مدير فني ممكن اعنف اللاعبين لكن ما اقدرش اكسرهم. ليه؟ دول ادواتي اللي بلعب بيها لنهايه الموسم. انا مش بقول لك اعمل زي، ما تعملش زي، بس ما تنتظرش مني ان انا اعمل زيك. صح، عشان بس نبقى واضحين مع بعض. المايك بتاعك غير المايك. انت حر. صح. والجمهور يقول هو زي ما عايزه. اللي هيفهم دي برضو، انا اسف، اللي لعب رياضه. ليه؟ وانت بتأنب لكن ما تدغدغش، لازم تحافظ، لان لسه عندي موسم. صح. حتى انا اسف، يعني النادي الاهلي في تاريخه ياما خسرنا وياما هنخسر. يعني مشكلتنا في هزيمه الخمسه ان احنا نخسر بالشكل ده. بالظبط. يوم ممنوع احنا نخسر بعد ما التيشيرتات دي تتقطع. ده الاهلي، ده اللي نعرفه، ده اللي احنا بصراحه تربينا عليه. لكن المفروض ان الجمهور ما ينتظرش من المسؤولين والناس اللي في داخل المطبخ انهم يتكلموا بنفس لسان الجمهور. دي مش الاداره الرياضيه، ده ما ينفعش.
لازم اللعيبه يتم احتوائها او يتم، مش بلاش كلمه احتواء دي، يجب يتم معاملتها في مثل هذه الظروف باسلوب معين انت مالكش دعوه بيه. ومش مفترض كمان على فكره، مش مفترض انك تخش تشوفه، لا ده داخل الاوضه هو المفروض ان يتم التحدث بشكل معين واتفق مع السابق يتم الحفاظ على اللاعبين، ان ده القوام الاساسي لغايه لما نوصل لنهايه المشوار ويحدث تقييم خاص بقى بيديروا قطاع الكره وياخدوا القرارات عشان ما نكررش اخطاء الموسم المنتهي. هو ده النظام بتاع الاهلي طول الوقت. بس كنت حابب حد يعرف، برافو، لا لا هايل، حد يعرف مثلا كان جوزي بيعمل ايه في ابو تريكا ولا في بركات ولا فيا ولا في شادي؟ لا طب احنا قلنا الكلام ده بعد ما بطلنا. لكن جوزي في وهو قدام الاعلام بيحميكم، بيطلع في الاعلام بيحمي كل واحد فينا، يقول لك ده اسلام ده احسن واحد عندي وبركات ده احسن واحد مش عارف ايه وده وابو تريكا ده ايه وده ايه وده ايه، كان بيقول كده على طول. لكن احنا واحنا في البتاع كلنا خدنا يعني في حاجه اسمها صفرين، مفيش حاجه اسمها صفرين في الدنيا. لا انت كنت ساعات بتاخد بركات ده كان بياخد صفرين على طول، جاب جونين جاب ثلاثه جاب خمسه كان بياخد صفرين على طول، وكان بيعملها بايده الصغيره يعني بيعمل ايده كده اللي هي يعني انت فاهم زيرو اللي هو الصفر ما بيعملش كده الصفر، لا يعملها كده اللي هو ده الزيرو. طب يا عم ما تعمل، لا هو عايز كده، يقول له انت 2 زيرو يعني 2 زيرو ده ما يعني ما فيش حد بيعمل. ابو تريكه خد 20 زيرو قبل كده. انا قصدي اقول ان الحاجات دي بتحصل داخل الغرف المغلقه، لكن لما بيطلع بره بيقول لك لا ده الناس دي ان هم ده بالفعل دي فرقته وادواته. تشكيل الاهلي الافضل لمباراه القطن من وجهه نظري، انا شايف ان الاهلي محتاج في الفتره الاخيره بكرارة تاني لازم نحاول نفكر نلعب بثلاثه ورا، ثلاثه ورا خاصه مع ضغط المباريات الكتير ومع الارهاق الكتير، وعندنا مشكله دفاعيه في العمق الدفاعي وعندنا مشكله في المساحات اللي في ظهر الباكين سواء هاني او معلول. عشان كده الافضل من وجهه نظري التشكيل محمد الشناوي، انا عايز احافظ على الشناوي بصراحه، ممكن ادي فرصه لعلي لطفي في الدوري، لكن في افريقيا انا شايف ان احنا نكمل بالشناوي عشان احافظ عليه ما احرقوش. حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين، خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح هو اللي هيبقى المساك ناحيه اليمين يدي اريحيه لهاني ان هو ينطلق، كذلك محمد عبد المنعم هينطلق ورا علي معلول يرحل ورا معلول، فعلي معلول يقدر يهاجم باريحيه شويه عكس برضه بيغطي المساحه اللي في ظهره اللي هي في الفتره الاخيره فيها نوعا ما مشكله، كذلك المساحه اللي في ظهر هاني يقدر يغطيها خالد عبد الفتاح. الاثنين اللي في وسط الملعب انا شايف ان احنا محتاجين نريح ديانج شويه، ديانج في الفتره الاخيره محتاجين نحميه، بيعمل تمريرات كتير خطا، عنده بعض ممكن يكون مرهق، ممكن يكون عنده مشاكل في حاجات معينه. انا شايف ان لازم مروان عطيه ما كانش ينفع ما يبداش المباراه اللي فاتت، وكان المفروض يكون اول تغييره لان مروان عطيه كان مهم جدا، وده كان واحده من ضمن اخطاء مارسيل كولر في مباراه سان داونز. وجود احمد جندوزي جنبه هو اللي يقدر يعمل لك عمليه الزياده والتكمله وصناعه اللعب، وفي المركز ده هيدي اكتر لان ده مركزه الاصلي اللي هو اللي بيكمل جوه ال 18 كبوكس تو بوكس. ماشي. الاثنين الاطراف انا شايف ان بيرسي تاو ماشي بشكل كويس المباراه اللي فاتت، وفي المباراه اللي هي بتبقى الساعه 6 او الساعه 3 بيتعامل كويس مع الافارقه، عنده الخبرات دي. احمد عبد القادر عودته مهمه جدا وبيديك حل في جبهه قويه جدا مع معلول. محمد شريف قدام او كهربا، محمد شريف ماشي برضو بيجيب اجوان كذا. طيب. ماتش في افريقيا بيجيب اجوان وماشي بشكل كويس. طيب هنكمل كلامنا مع احمد ثابت وكريم سعيد وناخد تشكيل ايضا من كريم سعيد من وجهه نظره، ولكن خلينا نطير بسرعه لجروه في الكاميرون ونعرف ايضا اخر اخبار بعثه النادي الاهلي مع زميلنا فاروق صلاح من الكاميرون. يعني فاروق طبعا مره اخرى الحمد لله على السلامه، ويعني لو في اي جديد فيما يخص البعثه، واعتقد انتوا كده وصلتوا الفندق. برحب بيك طبعا يا كابتن اسلام، وبرحب بالدكتور احمد ثابت والاستاذ كريم سعيد. وكان مهم جدا يا كابتن اسلام يعني مجهودات كبيره جدا، كان مهم ان احنا نكون موجودين مع حضرتك ومع جمهور قناه النادي الاهلي، يعني صوت وصوره. انت عارف احنا في واحد من اصعب الاماكن في القاره الافريقيه جروه، يعني بالتحديد من الاماكن اللي هي صعبه جدا، لكن يعني قلنا ان شاء الله احنا نكون موجودين مع حضرتك ومع قناه النادي الاهلي وكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما اتكلمنا كابتن اسلام في المكالمه التليفونيه مع حضرتك على يعني وصول فريق النادي الاهلي الى مطار جروه، واحنا حاليا موجودين في مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن الفندق عن المطار بخمس دقائق. زي ما اتكلمنا على تفاصيل الرحله، لكن خليني احطك بشكل اكبر بقى في تفاصيل الغدا، لان في بعض الامور اللي تم فيها تعديل. خليني اقول لك ان غدا ان شاء
شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، هيكون في تمام الساعة 11:30 صباحا، ثم هيكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراة من قبل يعني مسؤول النادي الاهلي ومسؤول القطن الكاميروني ايضا ومراقب والمنسق العام للمباراة لتحديد الامور وتحديد الزي الخاص بكل فريق. النادي الاهلي هيؤدي تدريبه في تمام الساعة 5 هنا بتوقيت الكاميرون، 6 بتوقيت القاهرة، التدريب الاول على ملعب جروة اللي هيستضيف احداث اللقاء. زي ما كلمت حضرتك ان سريعا تم تسكين اللاعبين في الغرف، زي ما اتكلمنا برضو يعني الكلام الدكتور احمد ثابت على بعض العناصر وبعض اللاعبين، ده اللي احنا لمسناه من يعني من تدريب الفريق الاخير في بريتوريا، حاله يعني زي ما قلنا الحماس اللي عند اللاعبين ووجود بعض العناصر طبعا اللي يعني في استمرار في المستوى الجيد والتالق، نشوف بيرستاو بيواصل التالق، محمود عبد المنعم، كهربا، شريف، محمد مجد قفشه، علي معلول، مروان ديانج، مش عايز استثني احد اللاعبين، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعه، ومحمد اشرف، رأفت خليل، كافه اللاعبين، طاهر، محمد طاهر، يعني انا مش عايز استثني احد يعني الى جانب طبعا حراس المرمى محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزه علاء، ومصطفى شوبير. عايز اقول لك القندوسي ايضا يعني اللي يعني دور كبير جدا شفناه مع وصولنا للمطار بقى، يعني قندوسي ان شاء الله احد يكون من العناصر المهمه في هذه المباراه. الحماس اللي موجود عند اللاعبين ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوفه في ارض الملعب باذن الله كابتن اسلام، ولاعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين طبعا على يعني تحقيق 3 نقاط في هذه المباراه. زي ما قلنا اللعيبه خلاص كل لعيب في غرفته، تسكين تم والامور تمت، ان شاء الله هننتظر طبعا بقى تفاصيل اليوم غدا باذن الله. هيكون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم هيكون المؤتمر الصحفي زي ما قلت لحضرتك 11:30، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 2 ظهرا، تدريب النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 5، التوقيتات دي بتوقيت الكاميرون يا كابتن اسلام، ثم هيكون في محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، ثم وجبه العشاء هتكون في تمام الساعه 8. دي كل الكواليس الخاصه بكواليس اليوم يا كابتن اسلام غدا باذن الله. انا طبعا موجود معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار او اي تساؤل. هل من يعني او من اللي انت شايفه من التمرين، انا عايز حتى تقول لي اه ولا لا يعني، لان انا عارف ان مثل هذه الامور، لكن هل في شكل تشكيل معين للفرقه وبقى واضح ولا لسه؟ يعني تقدر تقول لي يا كابتن اسلام في ممكن بعض اللي يبقى في بعض التغيير او تعديل في التشكيل او المراكز مختلفه طبعا عن مباراه ماميلودي سان داونز، انا شايف بشكل متميز جدا، وواحد من النادي الاهلي وعدوده جدا ايضا بيظهر بشكل مميز جدا، تعديلات من في النادي الاهلي ممكن يبقى في اختلاف في 3 أو 4 مراكز عن مباراه الماميلودي سان داونز باذن الله، لكن خليني اقول لك ان اي 11 لاعب في الملعب ان شاء الله هيكونوا على قدر اللعيبه كلها كانت يعني بتضع مستر مارسيل كولر في حيره اختيار 11 لاعب جدا يا كابتن اسلام. يعني خليني برضو ان انا اقول لحضرتك مهم جدا عند اللاعبين، اي لاعب عايز سواء مباراه ماميلودي سان داونز او اللي ما شاركش في المباراه، اللعيبه عندهم دافع ان كلهم عايزين يصالحوا جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه في هذه المباراه، واي 11 لاعب يا كابتن اسلام هيرتدي قميص النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قادرين على تاديه المهمه باذن الله. عموما يعني انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق على تواجدك وعلى حرصك الدائم على نقل كل اخبار او نقل ما هو متاح لكل اخبار بعثه النادي الاهلي من خلال وجودك في جروه. الحمد لله على السلامه مره اخرى، وغدا ان شاء الله تقول لكل اللاعبين ان كل اهلاويه في كل مكان في العالم بينتظروا هذه المباراه يعني بشغف كبير جدا 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 جدا، وننتظر أن يبدأ الاعتذار والمصالحة من هذه مصالحة مع الجمهور طبعا من خلال هذه المباراة. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح من جروة. كريم، نروح للتشكيل المفضل ليا، يعني أنا شايفه مناسب للمباراة. ربما كنا بنتكلم واتسون داونز كنا محتاجين نلعب بثلاث لاعبين يعني يمتلكوا أمور دفاعية أكثر من هجومية، لكن أنا أشوف المباراة القادمة احنا محتاجين نرجع لطريقه 4-2-3-1 ونلعب ببلاي ميكر، واعتقد لو استعرضنا التشكيل الثاني اللي من وجهه نظري
حطيته. انا بشوف طبعا متفق جدا 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 مع ثابت في عمليه استمرار محمد الشناوي، وانا مش من نوعيه خصوصا الحارس لما يغلط انت تبعده، دي دي دي, دي واحده من النقط انا بشوفها السلبيه في اداره اللاعبين. خط الدفاع يستمر بثنائيه ياسر ابراهيم حق عبد المنعم، علي معلول وخالد فتاح يخش مكان محمد هاني في مركز الباك اليمين، ألي ديانج ومروان عطيه وهم ثنائي خط الوسط، واحمد القندوسي ياخد تعليمات ان هو بلاي ميكر، بلاي ميكر صريح واضح ملوش دعوه خالص بنص الملعب. برده خلينا كده بصراحه كابتن اسلام، اكيد نادي القطن طبعا بنحترمه كل شيء، لكن مستوى اللعب والفنيات ومستوى الافراد مختلفين تماما عن طبعًا فريق صن داونز. وفي الثلاثي الهجومي متفق جدا مع فاروق ان انا اشوف ان حسين الشحات بعد الحمد لله شفائه وعودته من الاصابه يبقى اساسي في مركز الباك الجناح الهجومي الايمن اللي هو كان مقدم فيه بشكل كويس جدا قبل الاصابه. ما زلت مؤمن ان كهربا هو افضل راس حربه للنادي الاهلي في الوقت الحالي، هو لازم يبدا، ما ينفعش يبدا في الدكه، لا لازم يبدا ويستمر بيرسي تاو. عارف انا رايي ايه؟ نعم، بيرسي تاو يلعب هو وحسين الشحات، سوري يعني حسين الشحات ناحيه اليمين واحمد عبد القادر ناحيه الشمال وبيرسي تاو راس حربه. فولس مهاجم وهمي يعني؟ مهاجم وهمي والعب الاثنين اللي في وسط الملعب، ما العبش باليو ديانج برضه، العب ب مروان وممكن حمدي فتحي مثلا او مروان وحمدي فتحي، وقدامهم يبقى قفش. اوكي، فيا اخي هو عنده حلول كتير يعني، هو عنده حلول. ميزه كتير النادي الاهلي ان هو عنده الكثير والكثير من الحلول. بس نقطه اخيره بس اللي انا عايز اقولها، في انا محترم تماما فكره مارسيل كولر عن الروتيشن، ولكن برضو يجب تثبيت بقى نظر لشيء في موضوع الروتيشن. موضوع الروتيشن ايوه انت بتريح لاعبين وبتدور اللعيبه بشكل انك تدي راحه لبعض اللاعبين، ولكن في وجهه نظري لازم تاخد بالك ربما في بعض الاحيان موضوع الروتيشن يناقض سياسه العدل داخل الفريق، من حيث اللي بيتالق بيحتاج ان هو يلعب، واللي لحد ما قدمش اللي مطلوب منه محتاج ان هو يريح. دي النقطه على مر العصور، على مر العصور مبدا من مبادئ الرياضه بشكل عام، ودي نقطة. والعدل في إعطاء مساحة اللعب للاعبين جزء من نجاح الفريق. أيوة أنا بحترم الروتيشن، ولكن بما لا يخل مع مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بناء على المجهود. يعني اللي يتعب هو اللي ياخد، لأن ربما في وجهة نظري مثلا كهربا منذ عودته هو أفضل من لعب في مركز المهاجم الصريح، ما ينفعش يجيب اهداف وبعد كده الاقيه في مباراتين او ثلاثه. اخيرا وبسرعه جدا، اخطر ناس موجوده في القطن، اخطر لاعب هم طبعا هم فريق كله شباب. هو القطن الكاميروني بيصدر اللعيبه، عامل زي مثلا اياكس الهولند كده، بيجيب لعيبه صغيره وبيصدرها في افريقيا او في اوروبا بحيث ان هم يبيعوا ويكسبوا فلوس. معانا صوره اخطر لاعب فيهم اللي هو واسو رقم 7، ده اللي مسجل هدفين، ده اهم لاعب عندهم في الفرقه، وده اللعيب اللي هو اللي قدامنا ده اخذ احسن لاعب في الدوري الكاميروني السنه اللي فاتت، ولعيب مميز اللي هو رقم 7، بيلعب دايما في المساحه اللي في ظهر علي معلول. عشان كده انا محتاج في المباراه دي ان انا امن ظهر علي معلول، واخلي بالي جدا من الضربات الثابته في المباراه دي. هم يمكن بعض الارقام ليهم في يعني في المباريات اللي على ملعبهم قدام الهلال السوداني، هم بيفقدوا الاستحواذ سواء قدام الهلال او قدام صن داونز، لكن فريق نوعا ما بنقول ان هو بيلعب اسلوب اللعب المباشر وعشوائي، فالفريق العشوائي ده بيعمل محاولات كتير، فتخلي بالك دايما من المحاولات الكتير. يعني هم قدام الهلال عملوا 12 محاوله منهم 5 صح، قدام صن داونز عملوا 11 محاوله منهم 3 صح، ففريق بيروح يعني اكتر من 10 محاولات في كل ماتش، ففريق بيروح على الجون كتير. لازم بس نخلي بالنا من واصل اللي هو بيتحرك في ظهر معلول. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، المباراه مهمه جدا 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 الكل ينتظرها. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا معنا. وبالتوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله الفرصه تيجي لنا باذن الله الاسبوع يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.